أهلا بكم في قناة The Professor كرام تي في. وقضية اليوم قضية متداولة جدا في السوشيال ميديا، وهي قضية سلسلة من التعديات على المصريين أو الجالية المصرية الموجودة في الكويت. قضية اليوم هي قضية تعدي مواطنين كويتيين على أحد الوافدين القاطنين في دولة الكويت، وهو مصري الجنسية. تبدأ القصة، مواطن مصري بيعمل في أحد المحلات لبيع الألعاب الخاصة بالأطفال. يجيله اثنين مواطنين بيقال عنهم أنهم مراهقين، لكن تعالوا كده عشان نحلل القضية ديت ونفهم بالظبط ما بين السطور، تعالوا كده نشوف الفيديو دوت وبعد كده لينا كلام تاني. وصلنا على النبي، انا صاحب المحل. كان في واحد قبل انا شغال في المحل كان قاعد على الكرسي، الزبون اللي يدخل ويطلع يدخل وياخد الحاجه ويطلع. ماشي، لازم في جنبه صح؟ لا مش هاجي جنبها. صلى على النبي، جزاء خصم منه فلوس عشان بقاعد على الكرسي والزبون داخل وطالع، ايه ما بياخدش حاجه. اللي حصل ايه؟ لا صلى على النبي، انا صاحب المحل. كان في واحد قبل انا شغال في المحل كان قاعد على الكرسي، الزبون اللي يدخل ويطلع يدخل وياخد الحاجه ويطلع. ماشي، لازم في جنبه صح؟ لا مش هاجي جنبها. صلى على النبي، جزاء خصم منه فلوس عشان بقاعد على الكرسي والزبون داخل وطالع، ايه ما بياخدش حاجه. اللي حصل ايه؟ لا زي ما انتوا شفتوا كده، في النية الاثنين دول المواطنين الكويتيين جايين بصحبة طرف ثالث عشان يصوروا، يعني في النية على حدوث جريمة او ارتكاب جريمة للطرف الاخر وهو المصري. الطرف الكويتي بيكلمه وبعد كده بيقلع الشبشب، يعني في النية واللي معاه عارفين ان هو هيضربه، يعني الناس دي خارجة من بيوتها عشان تضرب المصري اللي شغال في المحل دوت. المصري بيقول له يا اخي صلى على النبي، عايز يتكلم معاه، مصري ابن بلد اصيل، يا اخي صلى على النبي. وبشمدي اي اخوانة ولا اي غدر، ولكن الطرف الكويتي فاجئ المصري بضربه في وشه، والطرف الاخر طبعا بالاتفاق معاه قبل ارتكاب الجريمة، والاتنين على واحد، يعني في الغدر وفي الخيانة من الطرف الكويتي للطرف المصري. طب وكل ده ليه وعشان ايه؟ وهل مفيش اي حتة تسامح او حتة انسانية ان الطرف المصري شغال في الكويت عشان يجيب قوت يومه، عشان يبعت فلوس لاهله عشان يعيشوا من وراه؟ كل ده اتضرب بيه عرض الحائط، ولكن يزيد البلة طين او التين بلة اللي هنسمعه دلوقتي من طرف احد الاشخاص الموجودين في دولة الكويت يدعى محمد المصيري، وعمل فيديو كده. وتعالوا نشوف الفيديو وقال ايه في الفيديو، ودي المصيبة الكبرى والكارثة الكبرى. اتفضلوا. طبعا انا كان في فيديو نزلته قبل شوي بخصوص الاثنين المواطنين اللي هم ضاربين العامل المصري. انا كنت ضد الاثنين المواطنين الكويتيين، بس في وصلتني اخبار ان هم الاثنين على فكرة ضاربين العامل المصري هذا لسبب، ضاربينه عشان هو تحرش باختهم. لازم نعرف الموضوع هذا يا جماعة، مهم جدا. انا بصراحة انا عمري في حياتي ما شلت فيديوهات، لكن بعد ما عرفت انهم ضاربين الشخص هذا عشان تحرش باختهم، صراحة انا شلت الفيديو وراح انزل الفيديو هذا عشان الكل يعرف.
اختهم راحت لهم اشتكت وقالت لهم ان هذا الشخص تحرش فيني. فالولد راح عشان ياخذ حق اخته وراح اخذ رفيجه معاه وخلى الثاني يصور الموضوع عشان يرد حق اخته يوريها انه هو اخذ حقها من الشخص اللي تحرش فيها. هذا هو الموضوع. فالناس اللي راح تطلع عاد على الفيس وتطلع على كل مكان ويطلعون ولوك لوك وهذا ويلا ومواطن كويتي طق واحد مصري، لو سمحتم لازم تعرفون الموضوع شنو. انا نفسي كنت منزل فيديو ضد الناس هذه، لكن بعد ما عرفت الموضوع شلته ونزلت الفيديو هذا عشان الناس تعرف شو الموضوع. اكيد طبعا انت ما راح ترضى ان اختك احد يتحرش فيها. انتم اساسا لو احد تحرش باختكم راح تطلعون لايف على الفيس وانتم قاعد تطقونه. فوقف الموضوع. طبعا حاجه تضحك وكارثه اللي انتم سمعتوه دوت. يا استاذ محمد، بصفتك ان انت بتقول ان انت نصك كويتي ونصك مصري، المفروض يكون عندك دليل، المفروض يكون عندك برهان، ادلة قانونية عشان تقدر تتكلم عليها. اولا المصري اللي شغال في الكويت مش من طبيعته انه يتحرش بكويتية، لان هو عارف مجرد التحرش بكويتية هيكون نتيجته ترحيله من دولة الكويت ومش خشها تاني. فالمصريين اللي عندك جايين ياكلوا عيش مش جايين يهرجوا. الحاجة التانية، المفروض حضرتك يعني لو درس شوية قانون شوية المفروض تعرض الفيديو اللي بتقول ان في تحرش بست كويتية. هتروح المحل وتجيب الكاميرا، كاميرا المراقبة من المحل، وتفرغها، وبعد كده بتعرض الفيديو عشان تكون صادق. لكن للأسف المفروض واحنا منتظرين من حضرتك واي مواطن كويتي كان يطلع يتأسف، لكن ما عندكش ثقافة الاعتذار عما حدث من هؤلاء اللي بيحملوا الجنسية الكويتية والتعدي على المصري. الكلام ده مش منطقي، الكلام ده ما يخشش دماغنا احنا مصريين بتلات تعريفها. الكلام ده عبارة عن قصة مفبركة لان ما عندكش حاجة تقولها، واستغليت ان في تحرش جنسي في مصر مع المصريين بعضهم وبعض، فقلت كده طب ما نطلع بقصة وحكاية عشان نقنع الناس. لكن طبعا خلي بالك احنا هنا مش دقين عصافير ولا في افيال ركب على اكتافنا عشان نصدق اللي انت بتقوله. الكلام غير معقول بالمره يا استاذ محمد. لكن التعدي دوت حصل للنتائج التاليه. اولا وليد من شهرين بس في شهر 7 تم التعدي عليه من قبل مواطن كويتي داخل احد الجامعات التعاونيه وضربوا 3 اقلام. كانت النتيجه ان احنا قلنا لوليد ما تتنزلش، حتى وزيره الهجره والعماله بالخارج السيدة نبيلة مكرم عبيد قالت له ما تتنزلش. طبعا حصل ضغط على الولد، وبعد ما اتقبض على الطرف الاخر الكويتي الولد وليد اتنازل وقالوا له كده هتترقى. هتترقى ياخد كام يعني؟ 50 دينار كويتي؟ 30 دينار كويتي؟ 100 دينار كويتي؟ والقضية خلصت وتم التنازل عليها، والولد رجع مصر عشان ياخد اجازة. بعدها على طول طلعت لنا البنت ريم الشمري قبلها كان بفترة، وطلعت سبت المصريين وشتمت المصريين. كانت النتيجة ايه؟ النتيجة قبض عليها، النتيجة اتعمل معها تحيات، لكن في الاخر طلعت بكفالة قيمتها كام؟ 500 دينار كويتي. ولكن حصل حاجة، ولكن في حاجة برضو من شوية صغيرة، احنا بنتكلم في ايام، نبص نلاقي مواطن كويتي ومواطن سعودي يخشوا يعتدوا على طبيب بدولة الكويت ويضربوه داخل المستشفى. احنا امام سلسلة من خطاب الكراهية
ضد الجالية المصرية وخصوصا المصريين مش الوافدين بقى، لان الوافدين دول كتير، ضد المصريين القاتلين بدولة الكويت. عشان الأستاذة حياة الفهد طلعت وقالت لك والله الوافدين دول والمصريين دول ما نرميهم في الصحراء. كل ده نتيجة ان في خطاب كراهية متواجد داخل دولة الكويت ضد المصريين، وبناء عليه هتتعدى وسوف نسمع مسلسل من التعديات من قبل الكويتيين على المصريين. عارفين ليه؟ لان مفيش اي خطوة ايجابية بتتاخد، مفيش حكم بيتاخد ضد الكويتي داخل دولة الكويت، مفيش اي حاجة بتتاخد ضد الطرف المعتدي على المصري الموجود بدولة الكويت. ده بيصيب الجالية المصرية في دولة الكويت بعدم الامان والاهانة والذل، ان انت اصلا موجود داخل اراضي كويتية ومش شاعر باي امان. اي لحظة ممكن حد يجي يخبطك بالقلم، اي لحظة ممكن اي حد يجي يتبلى عليك باي حاجة بصفتك ان انت مصري. لامتى مسلسل الاهانة والذل وضرب المصريين ودولة الكويت واختلاق القصص اللي ملهاش اي علاقة بالواقع؟ عشان نقول للناس كلها، او عايزين يقولوا للناس كلها، ان المصري غلطان. المصري مش غلطان، المصري شريف وراجل وبيخاف على لقمة عيشه. ليه ما سمعناش ان الكويتيين اللي عايشين في مصر حد اتضرب منهم؟ طب ما احنا سمعنا كتير جدا كويتيين بيروحوا وبييجوا مصر، ليه ما سمعناش ان اي مصري اعتدى على كويتي؟ ما حصلش ومش هيحصل. عارفين ليه؟ عشان المصري اصيل وابن بلد وراجل وبيحترم الاجنبي اللي بيجي يزور بلده. دي شمت وصفات المصريين. عايز اشوف تعليقاتكم على اللي بيحصل من مسلسل التعدي على المصريين، والامتى هتكون المهزلة ديت اللي بتحصل ضد المصريين الموجودين في الكويت.